السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة أعرف دينك. كل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير. بعد على صوابعي، سبحان ربي، النهاردة فاضل 4 أيام على رمضان. كمية السعادة اللي في قلب كل مسلم موحد بيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر بشوق لهذا الشهر الكريم لا يعلمها إلا الله. تعالوا النهاردة لكل مشاهدي ومتابعي ومشترك قناة اعرف دينك نحذر من 7 لصوص في رمضان. ايه 7 لصوص في رمضان؟ قصدك ان في 7 حرامية دول في الشارع؟ لا، دول في بيتك وفي الشارع وفي كل مكان. اول لص او اول حرامي هيقابلك التلفزيون، لص خطير وفيه من افساد صيام الناس وانقاص ثوابهم ما لا يعلمه الا الله، من مسلسلات تافهه وافلام داعره وبرامج ماجنه التي تحول العابد الزاهد الى فاسق فاجر. ويكفينا ان في رمضان السنه دي هيطلع علينا راقصه ستقدم لنا برنامج ديني. تخيل انت حضرتك في بلد الازهر في مصر راقصة ستقدم برنامج ديني، فاحضر هذا اللص. اوعى اللص ده يسرق منك ثوابك، يسرق منك صيامك، يسرق منك صلاتك، يسرق منك قرآنك، فاحضروا اللص الأول من لصوص شهر رمضان ألا وهو التلفزيون. أما اللص الثاني ألا وهو الأسواق. الأسواق هو لص متخصص في بذل المال، مش البال بس، والوقت بلا حساب. فحدد هدفك، انا النهارده نازل السوق هشتري ايه؟ هشتري 1 2 3 4 بالكميات كذا كذا كذا. جميل، الموضوع ده هياخد مني وقت قد ايه؟ من 10 دقائق لربع ساعه. لكن النهارده انا نازل انا مش مركز هشتري ايه واخد ايه، الموضوع هياخد مني في الصيام حوالي 2 3 ساعات. ضيعت مني ربع الوقت اللي المفروض يخصصه للعباده في اسواق. فاحضر هذا اللص الا وهو الاسواق، لص خطير جدا جدا، بيسرق منك وقتك، بيسرق منك فلوسك، بيسرق منك ايضا مجهودك. اللص الثالث الا وهو السهر، لص سارق لاغلى الاوقات. ليه؟ فهو يسرق من العبد او يسرق العبد من التهجد في الثلث الاخير من الليل ومن الاستغفار والتوبه. يعني النهارده بدل النهارده ما اقعد بعد النصف يعني النهارده بعد الساعه 12 بالليل، بدل ما اقضي الوقت دوت انا مش هنام، طيب خلاص ماشي اقضيه في الاستغفار، في الصلاه، في القران، في ذكر الرحيم الرحمن، ما اقضيه في السهر وفي اللغو وفي النميمه وفي الغيب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت النهارده ضيعت منك صيامك اللي انت صمته بالنهار، جيت النهارده ضيعته بالليل في كل اللي انت عملته. فاحضر هذا اللص الثالث الا وهو السهر. اما انت يا امي وانت يا اختي وانت يا بنتي، خلي بالك اللص ده بيسرقك انت. مين هو؟ المطبخ. المطبخ، المطبخ بيسرقني. ايوه، هو هذا اللص يعني بتمنحه المراه وقتا طويلا لعمل انواع كثيره جدا جدا من الطعام والشراب، والتي لا تكاد تختلف عن بعضها البعض الا بلحظه مرورها على الفم بس، ولا يؤكل منها الا القليل. فتخيلي حضرتك بتقعدي في المطبخ النهارده من امتى؟ بتصلي الظهر وكل النساء بتدخل المطبخ وبتخرج قبل المغرب. يا الله، حضرتك ضيعت منك كل 5 ساعات في المطبخ. طب فين الذكر؟ فين القران؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فضيعتي كل ده بقعادك في المطبخ. وكل الانواع ايه؟ انواع كلها شبه بعضها. كفايه نضيع في المطبخ نص ساعه او ساعه الا ربع في تجهيز الاطعمه والاشربه. فاحضري هذا اللص خطير جدا جدا الا وهو لص المطبخ. اما اللص الخامس الا هو التليفون. البعض بمجرد ان هو بيرفع السماعه بتنهال عليه الذنوب من الغيبه والنميمه والكذب ومدح النفس، تمام كده، او مدح غيري، او ان هو يفشي سر غيره، او جدل في الحق بدون علم، او تدخل فيما لا يعنيه، وافات اللسان. التليفون، التليفون، عشان يعني بالله عليكم في رمضان خلي التليفون ده لصله الرحم. تعالوا نتفق مع بعض كل مشاهدي ومتابعي القناه هنستخدم التليفون في رمضان لصله الرحم. هكلم خالتي وعمتي واكلم عمي وخالي واكلم كل حبايبي ان انا اسلم عليهم لصله الرحم، مش اكتر من كده. مش هستخدم التليفون في الغيبه والنميمه وكل ده. ليه؟ لان هذا اللص يسرق منك الحسنات، فاياك ان تقع ان تقع تقع ان تقع في هذا في هذا، او نقدر نقول ايه؟ نقع في براثن هذا اللص اللي بياخد منك حسناتك ولا حول ولا قوه الا بالله. اما اللص السادس الا هو البخل. البخل، ايوه،
الصدقة تقيكم من النار. وأفضل الصدقة هي صدقة رمضان، فعليك بالصدقة سرا وعلانية، وإياك أن تمسك يدك عما وهبك الله عز وجل به من مال. المال اللي في ايدك ده مش بتاعك. وبعدين خلي بالك من حاجة، سبحان ربي، المال اللي في ايدك اللي دولك ربك ده، لو انت النهاردة انفقته في سبيل الله، انفقت منه، مش انفقه كله طبعا، كويس كده، انفق منه في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه: ثلاثة اقسم عليهن ما نقص ماله من صدقة. موضوع منتهي، انت خايف ليه؟ فاعلم ان هذا المال لن ينقص، فإياك والبخل، فهو لص خطير يمنعك ان تنفق في سبيل الله وان تنال ثواب الانفاق في سبيل الله. اما اللص السابع الا وهو المجالس الخالية من ذكر الله عز وجل، لص خطير يدخل لك الحصر يوم القيامة والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلي على بهم إلا كان عليهم طارة أو طارة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، يعني كان عليهم حصرة. واعمل كما أمرك الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. دول سبع لصوص من أخطر ما سيواجهك في رمضان هذا العام. في لص خطير أنا حبيت أخليه لوحده، ده كبير بقى اللصوص، نقدر نقول ايه ده شيخ المنصر بتاعهم يعني زي ما بيقولوا، الا هو الفيسبوك والواتس. ان لم يستغل على وجه او اكمل وجه او الوجه الصحيح في الاستعداد هذا الضيف الخالي اللي هو شهر رمضان يعني، فربما يكون عليك حسره. هتستخدمه، استخدمه قبل رمضان، انشر فضل رمضان واحكام الصيام، وبعد كده ما عندكش وقت في رمضان، انت ما بين الصلاه والذكر والقران. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا ننسى الاشتراك في القناة، ولا ننسى أن احنا نشر هذه الحلقة لكل أحبابنا على كل الجروبات وكل أصحابنا. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.